في الفقرة الحوارية دي معانا اتنين من الأبطال الجداد، أبطال من نوع مختلف، من نوع جديد. النهاردة معانا اتنين من أبناء النادي الأهلي، من نجوم فريق شباب الأهلي لكرة اليد مواليد 2002. معانا مهاب محمد سعيد، برحب بيك يا مهاب. ومعانا عمر شريف عبد العزيز، أهلا بيك يا عمر، ومشرفنا وألف ألف مبروك، ومشرفنا في البيت الكبير. نورتونا كابيتانو. كابيتانو اهلا بيك. اخبارك؟ منورنا طبعا، في منورنا في البيت الكبير. بوزيشن برضو بتاعك عايزين نعرف يعني برضو. باك رايت. باك رايت. طب حلو، منورنا معاك. اهلا بيكم في البيت الكبير، واحنا سعداء بيكم جدا اولا. ويمكن قبل ما بتخشوا يعني كنت بنتكلم ان من عادات النادي الاهلي انه بس الاهتمام مش بس فريق الاول وكره القدم، ولا احنا بنهتم ولازم نحط الضوء على الابطال الصاعدين ان شاء الله خلال سنين قليله ان شاء الله تكونوا موجودين على مستوى المنتخب، منتخب مصر وكمان فريق النادي الاهلي الاول. خلينا نبدا مع الكابيتانو، مبروك طبعا، وعايزين نعرف تعرف الساده المشاهدين ايه هو كاس المرتبط، وهل هو ده الدوري؟ يعني اشرح لنا ديت سريعا، ده كاس ولا دوري؟ ده مختلف عن كاس مصر ولا ده كاس مصر؟ لا، ده دوري. ده الدوري المصري. ده الدوري المصري. الكاس احنا اتغلبنا وخرجنا، بس فاحنا من ساعه لما حصل يعني واتغلبنا فقررنا ان الدوري مش طالع من الجزيره، فهي دي بطوله الدوري، وهو بيسمى دوري المرتبط علشان احنا فريق مرتبط، يعني احنا تحت الدرجه الاولى، تحت يعني في فريق 2000 واحنا اللي وراهم على طول، فاحنا اللي ممكن ندعم صفوف الدرجه الاولى. طيب عمر، انت عمر يعني حققتوا انجاز كبير جدا وحققتوا انجازات وفزتوا على الزمالك، بس انا عايزه اعرف، اكيد الفوز ده فارق، واكيد قبل البطوله دي تحديدا وقبل الكاس ده كنت بتفكر بطريقه، والسؤال ليك كمان يا مهاب، ودلوقتي بقى التفكير مختلف جدا خاصه بعد الفوز. قول لي، بقيت بتفكر بعد ما فزت بالكاس وبقى معاكم ازاي؟ ايه اللي اختلف؟ انا بفكر ان اللي احنا فرقتنا يعني ما حدش ممكن يقف قصادنا بعد كده. واحنا الموضوع كمان ان دي مش اول مره نحقق بطوله الدوري. احنا السنه اللي فاتت بس هي اللي راحت مننا، السنتين اللي قبليهم كانوا مع كابتن سمير الجزار حققنا بطولتين الدوري على التوالي، وكانوا البطولتين في ملعب نادي الزمالك، كانوا اصعب بكتير انك تاخدي البطوله كمان في ملعب الغريم التقليدي هو نادي الزمالك. وبس فاحنا متعودين، واحنا دايما بنفكر في البطوله اللي بعديها، ونفكر البطولات دي مش هتخرج من النادي الاهلي علشان احنا متعودين اللي احنا بناخدها على طول، فالموضوع بالنسبه لنا مش جديد. اخدت بالك من الجمله الاولانيه اللي قالها؟ انا هاخد من كلامه وهسال بيه مهاب. ان احنا ما حدش هيقدر يقف في وشنا بعد كده. لا، ده طبيعي. لا، اللي لفت نظري جمله قبلها كمان مهاب ان دور ده كابيتانو، وقال جمله مفيده جدا، اول ما خسرته كاس مصر قلته بطوله الدوري مش هتخرج من الجزيره. بعد الماتش خساره على طول، يعني على طول. اشرح لي وده عايزين كمان نتكلم الناس، مش لعيبه كره القدم بس هم اللي عندهم الروح ديت، لا بالعكس، انا بحس كمان اللعبات المختلفه عندهم نفس الروح وعندهم نفس الشخصيه بتاعت الكابيتانو. اشرح لي برضه يا مهاب ازاي اتصرفتوا بعد ما خسرتوا كاس مصر، ازاي النقله ديت انه صممتوا ان انتوا ترجعوا تاني وتاخدوا الدوري؟ هو الموسم كله كان هو لينا في الموسم بطولتين بس، كاس مصر والدوري. فاحنا خرجنا من كاس مصر فما بقاش قدامنا هدف غير الدوري. فبعد الماتش اللي خسرناه دوت بعديه على طول وقفنا مع بعض، بعد الماتش. أيوة. على طول. بعد الماتش على طول. قلتوا ايه بقى؟ اتكلمنا. كنتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني بعد ما اتكلمنا ان الموضوع ده خلاص، يعني الماتش ده خلاص البطوله راحت، ما فيش حاجه، مش هنفضل متضايقين، ده مش هيفيد بحاجه خالص. اللي هيفيد اللي احنا الدوري يرجع تاني مكانه بس، فاحنا وقفنا الوقفه دي مع بعضينا. ده الكلام انت اللي كنت بتنصحهم يا عمر؟ طبعا، وفي ناس تانيه في الفرقه بتتكلم. والموضوع ده كان قبل الكورونا. ولما فضلنا قاعدين في البيت بسبب الكورونا، وكان في كمان ثالثه ثانوي، في ناس عندنا في الفرقه كتير ثالثه ثانوي والكلام ده، كنا بنتكلم الكلام ده مع بعض مثلا على الواتساب. ما نسيتوش كمان، يعني الموضوع حتى بعد كورونا والدراسه
خلاص لا اتكلم على الرساله ان بيبقى حاطين حاجه في دماغهم ممكن جدا الناس تقول لك خلاص ونسوا البطوله والتدريبات. لا 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 فكمان انكم بتفكروا بعض خلال فترات التوقف ديت ان لا يا رجاله احنا عندنا حاجه مهمه ما تنسوش ان احنا خسرنا كاس لا لازم ناخد الدوري. الكلام ده كان موجود وبتحفزوا بعض بمعنى اصح. طبعا.